عاوزين تمرينات كده عشان ايدينا تتحسن على الجيتار. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الجيتار. النهاردة هنشرح كام تمرين هيفيدونا جدا في ان نزود سرعتنا ونزود مرونة اصابعنا ونربط مخنا باصابعنا على مسطرة الجيتار بالطريقة المناسبة. الحاجة دي بيسموها في الموسيقى الديكستيريتي. ديكستيريتي يعني المرونة والانسيابية في العزف بتاعك. كل ما كانت الديكستيريتي بتاعتك عالية، كل ما ايدك خدت على المسطرة كويس تعرف انه تصح بسرعة، بتعملها بسرعة. فانت محتاج حاجة تقوي العضلات وفي نفس الوقت تخلي الصوابع مرنة بالإشارة بتاعة المخ علشان تبقى أسرع. كل ما انت تمرنت أكتر كل ما كان بعد كده أدائك أسرع، لو انت عايز تسرع في الأداء وتبطأ وتتحكم انت في سرعات النوتات بتاعتك اللي انت بتعزفها على الجيتار. كلنا زي ما احنا اتفقنا أخدنا الباترنز بتاعة الجيتار. انا هاخد باترن واحدة دلوقتي هعمل عليها التمرين ده. الباترن بتاعتنا اللي بتبدأ من الوتر السادس بالصباع الثاني، دي باترن هتديني السلم الماجير بتاعي. بعد ما انا هتحرك واعمل السلم دوت رايح جاي على المسطرة، يعني انزل من هنا من السول مثلا، بتحرك نص تون، نص تون طالع، نص تون نازل، حاول تخليها كلها ماشية على العد، تطلع على المسطرة لغاية ما تقدر وترجع تاني على المسطرة، وخلي دايما العد ثابت، يعني مش تعملها وبعدين تقف وتفكر تحرك ايدك، لا انا عاوزك تعملها كلها ماشية فلوينت، يعني ماشية كلها بانسيابية. وهكذا، ويفضل على مترونوم طبعا عشان تضبط العد بتاعك دوت. اول تمرين اخدناه. تاني تمرين بقى هناخده اننا نعمله، انك هتمسك حتة معينة، منطقة معينة، وهتعمل منها اللي انا هقولك عليه ده دلوقتي. هتعمل نوتة وتفوت نوتة تعمل اللي بعدها، يعني هتبقى وبعدين تاخد النوتة اللي بعدها بالصباع الرابع، اعمله نازل واطلع بيه طالع. بعملها بالمنطق دوت واخليها بالسرعة البطيئة بحيث ان ايدي تاخد على، هتاخد الموضوع طبعا هياخد منك تفكير في الاول، ما تستعجلش عليه، استنى لما يطبخ ويتظبط وايدك تمشي عليه وتبقى فلوين وتعمل الباترن مثلا ديت النهاردة، بس ما تعملش غير هي دي بس. الباترن دي ممكن تتحرك على سلالم، على اجزاء مختلفة، ابدأ هنا على المسطرة واعملها كل نوتة تطلع لك كل سلم، وبعرف انت شغال على سلم ايه، وبكرة اختار باترن تاني، يعني تبقى الباترن التاني مثلا بتاعتي اللي هي دي. اللي بتتحرك من الصباع الاولاني على الوتر السابع. واعمل نفس التمرين تاني. وهكذا.
فانت مجرد ما تتعلم الباترن وتعمل عليها التمرينات ديت، هتلاقي بعد اسبوع واثنين وثلاثه من التمرينات دي ايدك بقت فلوينت قوي، او بتبقى انسيابيه جدا على المسطره، وابتدت تتحرك بسرعه، ابتدت تسعفك في انك تعمل النوت للمقطوعات بتاعتك. فحاول تعمل دوت روتين يومي ليك في التدريبات بتاعتك. احنا خدنا التمرينين دول، ان شاء الله في المستقبل هناخد حاجات تانية، هنبتدي نتحرك ازاي تحس بالمزورة، ازاي تبقى انت عارف انت فين من نقطة المزورة بتاعتك، القوة بتاعتها فين وبتاع، وانت بتتمرن تبقى بتنمي جواك الاحساس دوت. وناخد تمرينات كمان على النوت الغير معتادة زي التريليولي مثلا، وناخد بعض الازمنة اللي هي غير معتادة لينا يعني، وهنستمر في الموضوع ده. اتمنى انكم تعملوا التمرينات ديت كبداية، نبدأ بيها، اختار الباترن كل يوم اللي انت تقدر تعمل عليها التمرين ده، وفي نفس الوقت ده هتثبت الباترنز في دماغك، وهتلاقي ايدك سبتت وبتتحرك على الجيتار بانسيابية. واشوفك الحلقة الجاية.